السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مرتدي قناة اكتشف العلوم، أقدم لكم في هذه الحلقة 5 نصائح من مسؤول التوظيف بشركة جوجل عالمية ستكسب بها أي مقابلة عمل. العديد منا يشعر برهبة شديدة عند علمه بأنه سوف يخضع لمقابلة عمل، ويصيبه الخوف الشديد مما سيقابله أثناء المقابلة. لازلو بوك هو مسؤول التوظيف بشركة جوجل، ويعتبر أكثر العاملين في مجال الموارد البشرية خبرة بمقابلة العمل، وهو واضع أصعب أسئلة الاختبارات أثناء المقابلة الشخصية. يقدم لازلو هذه النصائح لك: من يريد الفوز بوظيفة أحلامه يركز جيدا فيها حتى يتخطى مقابلة العمل. السؤال الأول أو النصيحة الأولى: توقع الأسئلة التي ستطرح عليك. بإمكانك توقع 90% من الأسئلة التي ستطرح عليك أثناء مقابلة العمل. هناك العديد من الأسئلة الأساسية في كل مقابلة عمل وتتكرر بصورة شبه دائمة. على سبيل المثال، أسئلة مثل: لماذا قدمت على هذه الوظيفة بالذات؟ ما هي أبرز نقاط قوتك وما هي نقاط ضعفك؟ ما هي المميزات التي عندك وليس عند المتقدمين الآخرين؟ أين ترى نفسك خلال 5 سنوات المقبلة؟ وإذا كان لديك مقابلة عمل في شركة كبيرة ومشهورة، فلا بد أن تبحث عن الأسئلة الخاصة بهذه الشركة عن طريق جوجل. أما النصيحة الثانية فهي: ضع خطة الهجوم. اكتب إجابة لكل سؤال وجدته من النقطة السابقة. لا تحضره في ذهنك، وهذا هام للغاية. لا تحضر السؤال في ذهنك، ولكن اكتبه بخط يدك، فالكتابة من أكثر الوسائل فعالية كي تجعل الشيء يلتصق بذاكرتك. يجب عليك أن تتمرن على هذه الأسئلة مرة بعد أخرى إلى أن تصل إلى مرحلة أن إجاباتك على الأسئلة تصبح أوتوماتيكية، لأنه خلال مقابلة العمل لن يعطوك الوقت لكي تفكر في الإجابة، لأنه لابد أن تكون الإجابة حاضرة في ذهنك فور طرح السؤال. وحاول أن تجعل إجاباتك ذكية وفريدة من نوعها، لأن الشخص الذي سيجري معك المقابلة قد أجرى العديد من المقابلات قبلك مع مترشحين لنفس الوظيفة، فلابد أن تكون إجابتك مميزة كي تعلق شخصيتك بذهنه. أما النصيحة الثالثة، ضع خطة بديلة. هذه النقطة في غاية الأهمية، فلكل سؤال من الأسئلة ضع 3 إجابات تحمل نفس المعنى ولكن بطريقة مختلفة لكل إجابة، لأنه في كثير من الأحيان لا يكون هناك شخص واحد يجري معك المقابلة، هناك أحيانا أخرى يكون هناك أكثر من مقابلة كي تفوز بالوظيفة. لذلك عليك بتحضير الإجابة بأكثر من طريقة كي لا يكون كلامك مكررا، أو لأنه من الممكن أن لا يفهم المحاور إجابتك فتضطر لشرحها بطريقة أخرى. يجب عليك كذلك تحضير نفسك للخروج من أي مأزق يحاول المحاور أن يضعك فيه، لذلك فإن الخطة البديلة مهمة للغاية وضرورية. أما النصيحة الرابعة، اقرأ الغرفة. نقطة في غاية الذكاء، ونادرون جدا هم من يتقنونها، فعليك بفطنتك وذكائك أن تعلم من هو المسيطر أو صاحب الرأي النهائي في من يقومون معك بالمقابلة. عليك أيضا بقراءة لغة الجسد لمن يحاورك، ومعرفة هل يستحسن شخصيتك وإجاباتك أم لا، ومحاولة تحويل دفة الحوار لمصلحتك. طريقة جلستك وتعبيرك عن نفسك ورأيك، تعبير وجهك وحركات يدك مهمة للغاية. إذا نجحت في قراءة الغرفة بنسبة 90%، قد تنجح في الفوز بهذه الوظيفة. أما النصيحة الخامسة فهي: اثبت نفسك. كل استفسار أو سؤال يوجه إليك خلال مقابلة العمل هي فرصة لإثبات ذلك. لا تحاول أن تجعل الإجابة على الأسئلة بطريقة إنشائية. نكرر: لا تجعل الإجابة على الأسئلة بطريقة إنشائية بحتة، بل اجعل كل إجاباتك على هيئة قصص وخبرات من الواقع. فإذا وجه إليك المحاور مثلا سؤال مثل: إذا واجهتك مشكلة عويصة فكيف ستحلها؟ فلا يمكن أن تكون الإجابة هي أننا منظم وأنني قادر على حل المشكلة أو شيء من هذا القبيل، لكن يجب أن تكون الإجابة على هيئة قصة مثل: دعني أخبرك عندما فعلت كذا وكذا وكذا وواجهتني مشكلة كذا وكذا وكذا في شركتي السابقة، كيف تعاملت معها، ثم تسرد له ما حدث. أتمنى أن تكون قد هذه النصائح قد أفادتكم، وشكرا لكم، وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع قناة اكتشف العلوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.